عايزين بس نأصل المشكلة لجذورها شوية. هو إن الناس عايزة انتخابات، مؤكد إن كل الناس عايزة انتخابات بما فيه المجلس القائم الآن. صحيح. لأن المجلس القائم الآن هو كان منتخباً. هو دفع فاتورة نتيجة إن وزارة الشباب أصرت إنها تجري انتخابات على عوار قائم. فمجرد ما طعن على الإجراءات كانت النتيجة إن المجلس اللي هو جاي بالانتخاب صحيح تم اعتبر وكان لم يكن ما لهمش أي ذنب. تداعت الأمور فأسفرت عن إن أنت المجلس نفسه جزء منه كبير مش موجود، ولكن القائمين في المجلس المعين على شؤون النادي. لأن طب هتعمل إيه؟ هتسيب النادي الأهلي فراغ؟ مفيش انتخابات، والمجلس القديم الانتخابات اعتبرته كان لم يكن، والقديم خالص استنفوا مدته مفيش 8 سنين. الفراغ دي كانت دي احجيه لغز، يعني انت لو تعملها مسابقه لن ينجح احد فيها الا وزاره الشباب اللي اتعيد. وطبعا كان من المحتم ان يكون هناك مجلس يقبل التعيين، والا هتسيب النادي الاهلي يعمل ايه؟ النهارده الدعوه التي اقيمت بتأصل موضوع، بتقول عايزين انتخابات. نرجع لأصل الموضوع. طب هو الانتخابات كل الناس كانت مستنيه القانون الجديد ده كان هيعمل انتخابات في كل المؤسسات الرياضيه. في كل المؤسسات الرياضيه بما فيها بقى ايه؟ النادي الاهلي، وكذا حاله على فكره مشابهه لحاله النادي الاهلي. اما ان القانون حتى الان لم يخرج الى النور. فهل الاستناد الى القانون هو هل تم ايقافه؟ هل تم تعطيل اللوائح؟ انا الحته دي غمض عليها. وانما انا ارى اما ان الامر معروض على القضاء فيجب الا نناقش ولا نعاقب لحد ما نشوف هترسي على ايه. شوف. وان كنا يعني نتمنى طبعا ما فيش حد مش عايز مجلس منتخب. شوف، في ثلاث حقائق مهمين في الجزئيه دي. الحقيقه الاولى، ما فيش حاجه اسمها ان القانون 77 لسنه 75 ولوائحه تم ايقافه. ده مقوله باطل يراد بها باطل، لانه القانون لا يوقفه الا قانون. مفيش حاجه اسمها ان انا باعد مشروع قانون فاعطل القانون. ده كلام. لا، هو التعطيل بسبب استاذ ابراهيم. ولا ما انا هقول لك التعطيل بسبب ايه. ما هو هم عطلوه يعني. ولا تعطل يا باشمهندس، ما ينفعش. لا، اللي قال انا عطلت العمل بيه اتقال هروبا من مواقف في لوائح. بس الاول شوف الدفع اللي دفعوا بيه، وبعد كده عشان الناس ما تتوهش من هنا. مش الفكره، مش انا وانت والمختصين او اللي في دائره المشكله هم يبقوا عارفين. احنا عندنا مشاهدين عايزين نشرح لهم. وقتها قيل ايه؟ ان لوائح اللجنه الاولمبيه او قوانين اللجنه الاولمبيه الدوليه تمنع القانون القديم بانه يتدخل في العمل المؤسسي، خصوصا في الانديه والاتحادات. طيب الموضوع ده لحد النهارده ما حدش قال لنا مدى. ولذلك انت لما تلاحظ المحكمه ارجعت ليه؟ لحين ترجمه لان ده اللي استند اليه في ايقاف العمل باللوائح القديمه. كويس. بس كويس، بس في نقطه. أنا لما أكون أو أوقفت قانون أو لائحة، أولاً ما أقدرش أوقف قانون وأسيب لائحة، لأن اللائحة بالتأكيد أنت أدرى برضو عمل تنفيذي شارح للقانون، فبالتالي السند القانوني موجود ولوائحه موجودة. إذا كان المسؤول عايز ينتظر بدون البت في الأمور لحين إصدار القانون الجديد فليكن. هي في كل الأحوال معقدة. لماذا تأخر ده الحقيقة الثانية؟ لماذا تأخر ظهور القانون الجديد؟ انه لما عرض مشروع القانون الجديد في البرلمان، راى اعضاء البرلمان انه في كثير من الامور عايزه انت فرجعوه تاني للحكومه. احنا متحمسين لفكره صدور القانون مش لفكره معرفه ما هو القانون الجديد. صحيح. احنا كلنا القانون الجديد، طب ما حد عارف هو فيه ايه. صحيح. ما هو كانت النتيجه ان الناس لما قعدت في البرلمان وفتحوا القانون وبدا يناقشوا لقوا فيه كتير من النقط اللي عايزه مش هيحل مشاكل، يمكن يعمل مشاكل. صحيح. المهم في كل الاحوال هذه ما كنا نتمنى. ما فيش مسؤول في داخل النادي الاهلي يتمنى الوضع الغريب ده. صحيح. انك تبقى مش عارف امتى يعني ناس نجحت ابطلتها، جبتهم تاني جزء منهم بالتعيين ماشيين. وعلى فكره
فين الاستقرار هنا؟ انت كل ما تيجي تستقر وتبتدي تعمل اجراءات وتاخد خطوه لقدام تفاجئ بشيء بيهدد هذه الاستمراريه. وان كان احنا يعني المجلس اعتقد ان قرر لمده سنه اللي فات المعين، المجلس معين لمده سنه، لمده سنه. الوزير النهارده ما يحطش الناس الشهر الحالي. لابد ان يصدر شيء من الوزاره يحسم هذا الامر ويخلي فيه استقرار، والا الكلام كده يعني. طيب ده على الشق القانوني، اجيبك بقى للشق اللي انت بقى خبيره، الشق التسويقي والاستثماري. النادي الاهلي بيخطر المسؤولين في السفاره المصريه في الامارات ضرورة التدخل لحماية حقوق ملكية للنادي الأهلي، اللي شاف إنه شركة سبورتا، شركة الملابس الرياضية المنتجة لفانيلة النادي الأهلي، شافت إنه فانيلة الأهلي وكثير من مقتنيات النادي الأهلي بتباع في دبي وفي أبو ظبي وفي كل المحلات الإماراتية بدون ما الأهلي يحفظ حقوق الملكية بتاعته، والأهلي بيطلب من وزارة الداخلية الإماراتية. مش الأهلي بقى هنا لوحده. لما جيت إدارة الاستثمار والتسويق كان أول حاجة أعملها أحصر حقوق النادي الأهلي، وبعدين أسجل العلامة التجارية كملكية تجارية وفكرية فكرية، على أساس إن ده مصنف ومنوع زي الفيلم والأغنية والعمل الفني، زي أي منتج، زي أنت له عمل إبداعي مصنف إبداعي. الماتشات بتاعت الأهلي هي مصنف إبداعي، تمام. فسجلنا هذا الكلام. احنا واحنا بنروج لشعارنا كنا بنتصدى لعمليه القرصنه الداخليه، ما دي قرصنه بيسموها قرصنه تجاريه، ورفعنا الكثير من القضايا ودفعنا كيانات مشهوره غرامات، وبعضهم دخل السجن بالفعل. في احد الاشخاص دخل السجن علشان كنا بنلاحقه، لكن في اطار هنا داخلي. لكن لا، عندما يتجاوز الامر حدودك المحليه الى الاقليميه او الدوليه، انت تذكر في اليابان، مش كنا لما رحنا لقينا فانيله الاهلي في المحلات بتتباع؟ كنت هتعمل ايه؟ يعني هي الفكره، المره دي معاك جهه ثانيه انت اديت لها الحقوق دي بمبلغ كبير جدا، اللي هي الجهه اللي اشترت منك حق الرعايه وبتلبسك، هي دي برضه معنيه معاك. لازم هي تنزل تفتش وتروح للسلطات المحليه تخليهم يقبضوا على الناس اللي بيبيعوا بشكل غير تجاري، لكن السفاره هتعمل لك ايه؟ السفاره يعني بتمثلك، بس بتمثلك انها تحتضن موقفك الرسمي، لكن على ارض الواقع الشركه مع النادي يقدروا يمسكوا حد يقدموه للجهات المختصه يكون في اجراء. طيب علشان برضو مستقبل الكره في مصر، منتخب الشباب بيكرر فوزه على نظيره المغربي بهدف نظيف في المباراه الوديه الثانيه. كان المنتخب فاز، منتخب مصر كان فاز في المباراه الاولى 2-0، في المباراه الثانيه فاز كمان 1-0، سجل هدف محمد عبد السلام بضربه راس ومن ضربه ركنيه لعبها ناصر ماهر، وناصر ماهر زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده بكتير واحد من العناصر الواعده جدا، ان شاء الله يكون مستقبل جيد وكله فرصه قريبه باذن الله. هو معار للدوري الممتاز، أظن نصر التعدين يمكن. وهو معار واعتقد انه بيأدي اداء طيب. لا ده الفار هو اللي في نصر التعدين، مش اسلام الفار. اسلام الفار، لكن هو معار برضه لاحد الفرق الصاعده، ربما الشرقيه، ربما طنطا، مش فاكر، ممكن يكون طنطا. هو بيأدي اداء طيب جدا. اعتقد انه هيفرض نفسه. طيب منتخب مصر لعب المباراتين ده في إطار برنامج إعداده تحت قيادة مديره الفني الكابتن معتمد جمال للمشاركة في أمم أفريقيا بقى للشباب إن شاء الله الشهر المقبل، هتبقى من 26 فبراير ل 12 مارس. هيلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي وزامبيا وغينيا، مالي تاني برضه، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأول في المجموعات في البطولة الأفريقية لكأس العالم اللي هتكون في كوريا الجنوبية إن شاء الله من 20 مايو إلى 11 يونيو. يعني بإذن الله كل الأمنيات الطيبة، ويعني إحنا داخلين في خضم مسابقات دولية ورا بعضها. نتمنى لمصر فعلا أنها تكون بتثبت وجودها على الساحة الرياضية الدولية في كل الألعاب بإذن الله.
الأسبوع اللي فات أو الحلقة الأخيرة كنا أثرنا قضية تجنيس لاعب المصارعة طارق عبد السلام اللي تم تجنيسه في بلغاريا، واندهش الكابتن حسن الحداد رئيس الاتحاد وقال لا طارق عبد السلام ما عندوش كل هذه البطولات اللي انتوا قلتوا عليها، فطلعنا له ازاي الراجل ده لسه واخد الميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية في برازافيل. اليوم السابع قال انه استجابة لما تم فعلا من اندهاش الإعلام على تجنيس لاعب بطل في حجم طارق عبد السلام هذا المصارع، انه الأجهزة المسؤولة في الدولة بدأت تسأل اتحاد المصارعة عن ظروف وملابسات عملية التجنيس لهذا المصارع الدولي والوقوف على الأسباب اللي دفعته أنه راجل بطل أولمبي أو بطل عالمي في مصر يروح يبيع شاورما في بلغاريا عشان ياخد الجنسية ويلعب هناك. هو لا خد الجنسية مش عشان الشاورما، خد الشاورما اتجوز. هو اتجوز وراح بقى. هو دي النقطة، شوف الوقوف على الأسباب التي دعت. أيوة ده أهم شيء. اما ملابسات ان هو خد الجنسيه ازاي، كل الناس عارفه انه راح اشتغل وبعدين اتجوز واحده بلغاريه، فمن خد الجنسيه عن طريق كده زي ما تروح امريكا تتجوز او كندا ولا اي بلد من البلاد اللي قانونها بيقول لو اتجوزت في حد مواطن او مواطنه تاخد الجنسيه. فالطريقه معروف. طب ايه الدوافع؟ ايوه ايه اللي يخليني اسيب بلدي؟ هم راح بلغاريا. اللي بيروح الخليج بيروح عشان الفلوس مؤكد، بياخد فلوس كتيرة. طب اللي بيروح بلغاريا هل في فلوس كتيرة هناك؟ ما اعتقدش. ولا حياة مختلفة ولا ايه اللي هنا يعني كان بيعاني منه؟ ياريت نحسن شاورمة هنا مالها يعني ياريت نحسن ظروف ولادنا الأبطال هنا. صحيح. بحيث صحيح يستكفوا ببلدهم ويستقوا بيها. طيب هنطلع لفاصل بعد منه زي ما قلت لحضراتكم، فقرات مهمة جدا عندنا. الأهلي الصفقات والإصابات، الأهلي بيستعد لمباراة السوبر في عندك تعليق قبل ما نطلع؟ لا أنا احنا هنطلع فاصل دلوقتي. طيب هنطلع فاصل، أصل كان حد بيكلمني في الإير بيس فافتكرت في حاجة جديدة، خبر جديد ولا حاجة واحنا على الهواء قلنا نقوله. انتهازية بقى. لا عايزين إيه؟ يقولوا لك، عايزين يقولوا لك إن تونس متقدمة على زيمبابوي 1-0، والجزائر متقدمة على السنغال. دي ليلة عربية. طيب ماشي. الجزائر متقدمة وتونس متقدمة، فاصل ونرجع لحضراتكم.